طيب، اول حاجة احب اتكلم فيها ان انتوا زرعتوا كتير خير، زرعتوا كتير امور في حياتكم. الفترة دي هي فتحة النعمة اللي عندكم، هي الطاقة الجديدة، تحسين مستقبل، عندكم نصرة على اعداء، عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من كسرة قلب، خروج من حاجة شغلة بالكم الفترة دي. عايز اقول لكم ان في مية هترجع لمجاريها، يعني ايه؟ في علاقة حب، زواج، ارتباط، في حاجة هترجع عندكم، حق الله اعلم. في كمان فوز، انتوا هتفوزوا بحقكم الفترة اللي جاية، لان انتوا دايما واثقين في ربنا وثقتكم في ربنا عمر ربنا ما يخيب ظنكم. بس في ناس دايما بتسوق فيكم الظن، في ناس دايما ظلماكم، في حاجة اتأخرت عليكم، لكن ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب. بلاش الاستعجال وبلاش الطاقة السلبية اللي حاليا مسيطرة عليكم. عندكم حد بيوعد فيكم وعمره ما بيوفي بالوعود بتاعته، وكل ما بتتكلموا معاه ما بتلاقوش منه غير رد بارد، وده طبعا انتوا بتكرهوا البرود. عندكم وجع في قولون، وجع في معدة، وبتاخدوا علاجات الفترة دي. كمان البعض منكم هنا شغال على نفسه، لان هو فاضل حبة حاجات ويطلع للطريق بتاعه اللي هو نفسه فيه. قلبكم موجوع الفترة دي بسبب واحدة او بسبب حد خانكم وظلمكم. كمان انتوا هنا عندكم حاجات جديدة بتنشوها في حياتكم، لان انتوا تعبتوا. البعض منكم بيعاني من بعد تأخير حاجات عليه، في طلاق عندكم، حد بيفكر في الطلاق او حد عايز يتطلق. يا ريت الناس اللي بتفكر في الطلاق تخلي بالها كويس جدا، وبلاش تاخد قرارات الفترة دي، لان قراراتكم هتكون محسوبة قوي وممكن تندموا عليها. في شخص كمان عايز يجي ويعتذر لكم عن حاجة عملها، او عن موضوع، او عن حاجة كان اموالكم فيها، الله اعلم. حرفيا عايز يجي ويعتذر لكن خايف منكم، لان هو عذبكم قوي وظلمكم بشكل غير مباشر. بفضل ربنا سبحان الله وتعالى كمان هيكون عندكم ايمان بالنفس قوي الفترة دي، وهتحاولوا تحققوا حلمكم او تحققوا الحاجة اللي طالت انتظارها عندكم. كمان انتوا هنا معاكم ما شاء الله عليكم ربح جاي، والربح اللي جاي ده هيكون خير، خطوة جديدة، طاقة جديدة، فرحة طالت مرادها الله أعلم، لكن بإذن الله هتكون في نعمة هتفرحكم وهتنصركم على من عداكم، لأن انتوا عندكم فوز عظيم بنفسكم. بس انتوا دايما ما بتحبوش الشراكة في أي حاجة، لأن الشراكة بتخسركم كتير، أو انتوا دايما بتحبوا تكونوا منعزلين لوحدكم، دايما عايشين في تألق ودايما عايشين في راحة بينكم وبين نفسكم. لكن العيون بتتأثر عليكم بسرعة، يعني العيون بتأذيكم بسرعة. ليه؟ لان انتوا الفترة دي من اكتر الفترات اللي نجمكم فيها خفيف. اقدر اقول كمان ان انتوا عندكم غشاوة على عينكم، في حاجات انتوا مش عارفين توضحوها، عندكم حد مريض، والحد المريض ده تعبان جدا، لكن بإذن الله ربنا هيشفيه بفضل ربنا. كمان انتوا راضيين قوي بكل حاجة بتحصل في حياتكم، حتى لو قلبكم موجوع والسكينة دبحاكم، لكن انتوا راضيين. وزي ما قلت ان انتوا هتحصدوا حاجات كتيرة جدا زرعتوها، انتوا من صغركم عندكم شجرة وعمالين تسقوا فيها، الشجرة دي بإذن الله وقت ما هتطرح هتطرح عليكم انتوا، لان انتوا استحملتوا حاجات كتيرة جدا محدش يستحملها، وربنا زي ما قلت ان هو كريم عليكم جدا، وعشان كده ما تقلقوش خالص. خلال السنة دي هيكون في تميز، وهيكون في فترة مبشرة بالخير، بس بلاش القلق والحيرة حرفيا. يعني القعدة الرومانسية اللي هتقعدوها مع بعض، وهيكون في لقاء عاطفي سريع وجميل جدا، يعني هيكون في امور عندكم حلوة وايجابية. اولا الفترة دي انتوا عندكم شوية وجع في الجسم، حالتكم النفسية بتتحسن واحدة واحدة من بعد فترة الاكتئاب والخذلان اللي انتوا عشتوه. في مال او هدية بعد، زي ما قلت لكم، لا اما خطوتين، لا اما اسبوعين، لا اما يومين. كمان انتوا عندكم هنا حد بيجيب في سيرتكم، الحد ده شخص غيران من نجاحكم وبيحقد عليكم، مع انكم انتوا مكرمينه جدا ومدينه حاجات كتيرة جدا، بس هو شخص طماع واناني.
كمان انتوا شاغلين تفكيركم بموضوعين، شاغلين بالكم بشكل يعني بشكل على طول، طول الوقت بتفكروا في الموضوعين دول. هنا كمان في ورقة تخص محكمة انتوا هتدخلوها، او ورقة هتخلص على خير، وفي بشرى باكتمال زواج، باكتمال خبر حمل، باكتمال حاجة جديدة عندكم. انتوا هتقعدوا في مكانة وهتقولوا الحق في حاجات هتتعرض قدامكم، وهتتكلموا بما يرضي الله، وهتقولوا لا اللي انتوا بتقولوه ده غلط، ده فيه انتوا واخدين فكرة غلط. فانتوا حاولوا الفترة دي بقدر المستطاع تهدوا شوية، وما تكونوش انتوا يعني ايه يعني بلاش ان انتوا تكونوا مندفعين قوي، لا انا مش عايزه لكم الاندفاع ده، عايزاكم ان انتوا تكونوا هاديين وتستقلوا بيه نفسكم خالص، علشان في طاقة جديدة هتقع عليكم، والطاقة الجديدة دي انتوا هتحاولوا تستغلوها. كمان عندكم المفاصل وألم في الظهر، وجعكم في وجع عندكم بشكل رهيب، وكل ده من المفاجآت اللي عمالة تحصل عندكم وانتوا مش واخدين بالكم. فلازم تخلوا بالكم كويس جدا من اي حاجة مأثرة عليكم. ليه؟ علشان الطاقة السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا بنفسيتكم بتتعب، فعشان كده انتوا الفترة دي هيكون فترة تغيرات ليكم، وهتكونوا مبسوطين جدا بين اللي انتوا هتعملوه، علشان خاطر كمان في شخص هيكون مناسب هيدخل حياتكم وهيبدل حياتكم كده بالافراح والسعادة، وهتكونوا فعلا مبسوطين جدا. بالنسبة للعمل، العمل انتوا نافرين منه، العمل انتوا مش عايزين تشتغلوا، يعني بعد ما انتوا كنتوا بتحبوا الشغل وبتحبوا ان انتوا تكون عندكم طاقة ايجابية، العمل عندكم فيه شوية مشاكل او شوية عراقيل بمعنى اصح، وعشان كده عندكم تصفية حسابات سريعة، او بتصفية حسابات في اوقات معينة، تصفية حسابات انتوا هتبدأوا تصفوا حساباتكم، او هتبداوا ان انتوا تتكلموا مع الشخص المنافق اللي عندكم في العمل ده، وهتقولوا له انت بتاذينا، انت مركز معانا، او انت الشخص اللي كنت بتتكلم عننا الفتره دي. كمان في عين كبيره، والعين الكبيره دي عاوزه تاذيكم باي شكل وباي طريقه. لو انتوا واجبتوا على الصلاه وواجبتوا على القران والذكر في الله او للتحصيل، عمر ما حد هيقدر ياثر عليكم حتى باي حاجه، رغم ان انتوا مريتوا في فترة صعبة وفترة قاسية، وعشتوا فيها من فترة الخذلان كانت محيطة بكم، وفقدتوا الثقة في ناس كتيرة جدا، خصوصا في الناس اللي كانت قلبها مليء بالحقد وبالغل اتجاهكم، انتوا قررتوا ان انتوا تمشوا بعيد عنهم. فعشان كده دايما اقول لكم بلاش الحزن وبلاش الطاقة السلبية، كل اموركم باذن الله هتكون زي ما ربنا عايز. كمان سمعان الخبر اللي هيفرحكم في اليوم المناسب ده، هتكون فترة انتظاركم انتوا جدا ليه، التبشرات بتاعتكم كلها او الرموز كلها بتاعتكم بتدل على الخير وعلى الفرح، ومفاجآت كتيرة جدا في انتظاركم، انتوا قربتوا من الفرج، والفرج ده هيكون تغيير على جميع الاوضاع بتاعتكم ان شاء الله. ربنا هيكرمكم بمولود جديد، بارتباط جديد، في حاجة في الطريق انتوا اليها، والحاجة دي هتكون توفيق من عند ربنا، او اقدر اقول ان عتاب مع الشريك من بعد لحظة خذلان. انتوا في مناسبة هتكونوا مبسوطين جدا فيها، وبلاش ان انتوا اي حد يدخل حياتكم يديكم يديكم طاقة سلبية. كمان انتوا عليكم تسديد ديون الفترة دي، بتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تسدوا الديون اللي عليكم. البعض منكم عنده تساقط شعر، عنده مشاكل في بشرته، مشاكل في جسمه، فبيحاول ان هو يحلها، فبلا ما تقلقوش خالص. كمان انتوا عندكم انفراجات مالية، وعند خبر مفرح بعودة الحبيب او بعودة الشخص اللي هيكون مناسب لحياتكم. ودايما اقول خدوا بالكم من قراراتكم في وقت الغضب، ليه؟ علشان وقت الغضب ده بتبقى انتم منفعلين، وممكن تقولوا كلام تزعلوا الطرف التاني وانتم مش واخدين بالكم، فلازم في الوقت ده يكون انتم كده يعني عندكم طريقة كلام لطيفة. انا عارفة ان انتم وقت ما بتكونوا عصبين ما بتكونوش شايفين حتى قدامكم، بس لازم في وقت الغضب تتحكموا شوية في قراراتكم وفي الكلام اللي طالع من لسانكم، علشان ما تندموش عليه، او علشان ما تخسروش حد انتم بتحبوه او هو بيحبكم. بلاش تسرع في اخذان القرارات في الوقت الغلط. كمان انتوا هنا تعبانين من هم كبير، فربنا هيشيله عنكم باذن الله، وموضوع متعلق بخصوص شغل او بخصوص علاقة عندكم، بخصوص حاجة هتتغير الفترة اللي جاية، وهيكون عندك طريق انت ماشي فيه، هيكون طريق حلو او هيكون جبر
بس بلاش عشم زايد عن اللزوم في الناس المحيطة بيكم، علشان العشم ده بيخليكم انتوا اللي تزعلوا او بيخليكم انتوا اللي تتعبوا. العشم الزايد في الناس الغلط ده بيأذيكم انتوا، فبلاش ان انتوا تعشموا زيادة عن اللزوم، لا انتوا تعاملوا بشكل عادي جدا وبشكل يعني عادي، بلاش ان انتوا ايه تتعاملوا بشكل عامل فتقعوا انتوا في مشكلة. كمان البعض منكم بيتحمل فوق الطاقة بتاعته، البعض منكم بيتحمل فوق المسؤولية بتاعته، يعني انتوا ممكن تكونوا اتولدتوا اصلا ان انتوا تكونوا تتحملوا المسؤولية، اتولدتوا اصلا ان انتوا قد المسؤولية. البعض منكم اتولد في مسؤولية كبيرة فشايلها فوق كتفه، فوق الطاقة بتاعته اصلا اللي هو بيمر بيها، او انتوا دايما بتمروا بكل حاجة لوحدكم، مفيش حد جنبكم، اذا كان ألم، اذا كان تعب، اذا كان شيل مسؤولية، اي حاجة انتوا بتكونوا قدها فعلا بس بتتعبوا، فمحتاجين ان انتوا يعني ربنا كده ياخد لكم حقكم، فما تزعلوش، اللهم لا شماتة في حد، انتوا هتاخدوا حقكم الفترة اللي جاية وهتشوفوا تعويض ربنا اتجاهكم. كمان الفترة دي انتوا هتنزلوا وهتشتروا هدوم جديدة، هتشتروا حاجات جديدة او هتعملوا حاجات جديدة. اغلبكم اي نعم اغلبكم مستني فرح، اغلبكم تعبانين جسديا ونفسيا من كتر الالم، فربنا هيخفف عنكم وهيشفيكم باذن الله، بس انتوا ما تسلموش للتعب مهما يكون او مهما يحصل، ما تسلموش للتعب. كمان شايفة لكم طاقة ندم، وطاقة الندم دي بقالها مدة متعلقة معاكم، طاقة الندم دي على حاجة انتوا ضاعت منكم، او على حد دخل حياتكم الله اعلم، او على حاجة خطيئة، قرار خدتوه غلط، امور حصلت غلط عندكم، فانتوا يعني حصل شويه عراقيل الله اعلم. كمان انتوا هنا بتفكروا بشكل سريع او بشكل طول الوقت بتفكروا في الاستقرار، الفتره دي انتوا بتسعوا ان انتوا تاخدوا اي خطوه اتجاه الاستقرار، خلاص عايزين تستقروا بعد يعني اي نعم عشتوا معافره، الفتره دي في بعض اموركم في خلاف في حياتكم الشخصيه، في حد قالب عليكم الترابيزه رغم ان انتوا كويسين معاه، في امور مخالفه، بس بتغيير العتبه او بتغيير حاجه جديده هتخليكم كده ان انتوا شايفين حياتكم بدات تتحسن واحده واحده. في حد ما بيسمعش كلامكم ابدا، الحد اللي ما بيسمعش كلامكم ده انتوا متضايقين ان هو فعلا ما بيسمعش كلامكم، وبتحاولوا ان انتوا تقولوا له اللي انت بتعمله ده غلط. انتوا من الشخصيات اللي بتحبوا ان الشخص التاني او الاولاد او الحد اللي في حياتكم يديكم اهتمام ويديكم تقدير ويسمع الكلام. كمان انتوا هنا بدأ يكون في توازن عندكم في الامور المادية، وهتبدأ الامور تتحسن معاكم احسن من الاول، وكمان هتحكمكم قعدة بينكم وبين شخص زي ما قلت لكم حصل بينكم خلاف، هيجيب او ممكن يحصل يعني قعدة مع حد تاني او هيبقى في امور. كمان انتوا هي يعني الشخص ده او الست دي او الحد اللي انتوا هتقعدوا معاه هيجيب اللوم كله عليكم، وهيقول لكم انتوا اللي قلتوا الكلام او انتوا اللي حصل منكم كده. طبعا انتوا ردة فعلكم ساعتها هتكون قاسية جدا، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يجيب سيرتي. كمان انتوا هنا مطلوب منكم تكونوا دايما حريصين من ناحية الماديات، اي نعم مصاريفكم كتير بس ماسكين شوية، ليه؟ علشان بتحاولوا تظبطوا الامور اللي عندكم. مين الشخص اللي بيستغل فيكم في ماديات وانتوا هتحذروا من الاستغلال المادي؟ انسان بيطعنكم في ظهركم وماسك سكينة، لكن انتوا هتوضحوا الامر بفضل حد هيساعدكم، هيوضح لكم الامور وكمان بأدلة، خلوا بالكم. كمان في مناسبة سعيدة جايه لكم، هتبقى منفلتة الانتباه كده، هتكونوا انتم او انتم هتكونوا ملفتين الانتباه في حاجات كتيرة جدا، وفي حاجات هتبان قدامكم. طيب مين اللي تعبان في ارض البيت بتاعتكم؟ الحد اللي تعبان او نفسيته تعبانة او هو تعبان باذن الله هيتعافى وربنا هيشفيه. انتوا هنا بتعانوا من بعض التفاصيل، من تقلب الشريك او من تقلب المزاج بمعنى اصح، لكن عندكم هدية حد هيديها لكم، وانتوا هتكونوا محتارين تاخدوها ولا لا،
بس هو فعلا الحد ده هيقدم لكم تضحيات وهيقدم لكم تنازلات وهيثبت لكم قد ايه هو بيحبكم وهيكون شخص مناسب جدا ليكم. بس انتوا بعض الامور مكركبة معاكم المتجوزين، لا اما انتوا يعني في جرح بخصوص الشريك، لا اما انتوا قلبكم مخزن من الشريك كتير ومحتاجين ان انتوا تقعدوا معاه علشان توضحوا الامور او توضحوا الكلام. انتوا شايلين هم علاقة تانية، طرف تاني، في حاجة عندكم يا متجوزين انتوا شايلين همها، لازم تقعدوا مع الشريك وتحلوا الخلاف اللي بينكم وما بينه علشان انتوا فاهمين حاجة غلط، فلازم تتوضح الفترة دي علشان الضغوط اللي انتوا بتعانوا منها دي تعباكم نفسيا. انتوا عندكم رجوع او عندكم تصفية حسابات او عندكم فترة فيها طاقة إيجابية. ليه؟ علشان الخوف، وحتى العزاب دايما عندهم طاقة خوف، طاقة توتر، ودايما خايفين من بكرة والقلق واخد جزء كبير جدا من حياتهم. فانتوا عندكم هنا طاقة إيجابية، بس ما تزعلوش مني ان انتوا عندكم مرات اخ دايما بتنتقدكم، سخيفة جدا، حتى ردة افعالها باردة، ايه ردة افعالها كده مش عاجباكم، بس انتم يعني اللي هو ساكتين وبتحاولوا ان انتوا تسكتوا لحد ما تشوفوا اخرها ايه. فهي ردة فعلها بتكون سخيفة وبتكون وحشة. كمان الخوف والتردد اللي مسيطر عليكم في حال من التاني ده مخليكم انتوا عندكم تنازلات وتضحية. لا انا مش عايزاكم تخافوا من حاجة، انتوا ما تقلقوش، انتوا في عندكم انتصار وحل مشكلة سحبت طاقتكم في يوم من الايام. الفترة دي كل حاجة هتتحل وهتبقى الامور ماشية عندكم زي ما انتوا عايزين. ليه؟ لان انتوا هيبقى في فتحة كلام او هيبقى رأيان فاتحة الفترة دي، ومن بعض الامور اللي هتكون مربحة ليكم هتسدوا ديون كانت عاطلة عندكم، هتشتروا حاجات بقالكم مدة عايزين تشتروها الله اعلم. بمعنى اصح ممكن تصفوا حسابات، ممكن تبدأوا تشوفوا ايه اللي انتوا عايزين تشتغلوا عليه وتعملوه. هيبقى في انكشاف سر قدامكم، السر ده مش مستخبي ولا حاجة، بس انتوا هتكونوا متفاجئين بيه ومش هيبقى عندكم اصلا اي ردة فعل، علشان خو عادي هو السر ما يخصكمش، بس انتوا هتبقوا هتنفاجئوا، هتبقى في مفاجأة بخصوص السر ده، بس صدقوني مش هيكون في رد اي ردة فعل وخلاص الامور عندكم هتبقى عادية جدا. كمان انتوا هنا في حاجة مؤثرة عليكم، لإما تفكير سلبي مأثر عليكم، لإما بعض المقربين مأثرين عليكم، في حد فعلا عارف يأثر عليكم وانتوا مش يعني مش راضيين بالحاجة دي، أو انتوا في علاقة أصلا مسمومة ورغم كل التعب اللي انتوا فيه انتوا مكملين في العلاقة المسمومة اللي تعباكم واخدة من الطاقة بتاعتكم. فشوفوا انتوا الفترة دي بتعانوا من ايه، والحاجة اللي بتعانوا منها ياريت تبعدوا عنها. على الرغم من ان انتوا بتظهروا دايما القوة، على الرغم ان اطيب من قلبكم مفيش، على الرغم ان انتوا ممكن تقولوا كلام لحد يزعله ويزعل منكم فعلا، بس انتوا حرفيا اطيب من قلبكم مفيش. فعندكم خطوة لامام قدام، الخطوة دي هتبقى بشكل ايجابي حلوة جدا، والخطوة دي هتكون خطوة صريحة، اذا كانت بقى ارتباط او اذا كان مشروع هتدخلوا فيه، انتوا الخطوة دي هتكون ايجابية جدا وهتكون مميزة فعلا ليكم. في حد انتوا غلطتوا غلطة ان انتوا حكيتوا له سركم، الشخص ده مبين لكم ان هو كتوم بس هو مش كتوم، وبيتكلم عن الاسرار اللي انتوا بتحكوها له، فياريت تخلوا بالكم. يعني الفترة دي ممكن يكون في عزومة، في انتوا هتلموا حد حواليكم او في حد هيتصل بكم وهيعزمكم، او انتوا الفترة دي بتسعوا لتحقيق الهدف بكل الطرق، عايزين تحققوه، عايزين توصلوا للحلم اللي هو جعل اموركم في يوم من الايام فيها طاقة سلبية. في امور عندكم هتتبدل، وبالفعل يعني الاسم هتكون كبيرة جدا لتخلصكم من حالة الكآبة اللي انتوا فيها خالص، وهتتمكنوا من كل الاعمال اللي هتديكم طاقة ايجابية. ليه؟ علشان انتوا ما بقيتوش تستسلموا زي الاول،
بدأتوا تواجهوا، بدأتوا تتكلموا، أي حد مزعلكم بتدوه فوق دماغه، الوضع عندكم اتعكس 180 أو انتوا اتغيرتوا بشكل كبير جدا. كمان أي حد بيحاول الفترة دي يقرب منكم أو حتى يتكلم عليكم، انتوا بتتحاولوا تاخدوا معاه خطوة مختلفة. ليه؟ علشان انتوا بدأتوا تبصوا على اللي هيحسن مزاجكم، علشان انتوا ما بتعملوش حاجة غلط مع حد. فالوقت يعني الفترة دي فترتكم انتوا، فترتكم انتوا في ايه؟ لأن انتوا تحققوا النجاح اللي عندكم في حياتكم. ورغم ما خدتوا صدمات في حياتكم، يعني انتوا عندكم بعض الصدمات من الناس اللي حواليكم، لكن انتوا هتحسنوا وضعكم وهتحسوا قد ايه ان الطاقة السلبية بدأت تبعد عنكم. ليه؟ علشان الطاقة السلبية كانت متحكمة فيكم وهي اللي كانت تعباكم التعب النفسي ده اللي انتوا كنتوا بتعانوا منه وانتوا ما كنتوش حاسين، او بحالة الازعاج، بحالة التوتر، بحالة اليأس. فالفترة دي فترتكم، فداروا واكتموا على سمعتكم علشان تكمل. وزي ما قلت قلبكم دليلكم، ورغم الظروف اللي انتوا فيها، رغم ان انتوا هيكون في تحسن، ما تخليش الضيق والقلق والطاقة المؤذية تأثر عليكم، لازم انتوا اللي تأثروا عليها. القرارات اللي انتوا هتاخدوها بعقلكم احسن مليون مرة ما هتاخدوها بقلبكم. الوقت ده انتوا جايبين ورقة وقلم وعمالين ترسموا خطط، عمالين تفكروا في افكار كتيرة جدا عايزين تعملوها. فرحتكم وطاقتكم او الفرحة اللي انتوا فيها او النجاح اللي انتوا هتوصلوا له على المستوى المادي هيكون شكل كبير جدا، ومن خلال النجاح ده انتوا هتعملوا كذا خطوة في كذا حاجة في حياتكم. وكمان بدأت التحقيق بتاعكم انتوا شغالين عليه، بس قولولي في اتصال من شخص، الاتصال ده كان في بينكم وما بينه زعل او هيقول لكم خبر يزعلكم، بس مش الخبر اللي هو هيأذيكم، او ممكن كمان حد يجيب لكم خبر عن حد او هيوصل لكم كلام عن حد، هو مش كلام سلبي يعني ولا خبر يزعلكم بالطريقة اللي انتوا هتكونوا متخيلينها، لا هو خبر عادي، بس ايه خبر يعني ممكن حد يقول لكم عن حاجة عن حد، انتوا الخبر ده اصلا انتوا مستنيينه من بدري يعني، او انتوا مستنيين تسمعوا حد يكلمكم عن حد الله اعلم، بس في حاجة انتوا مستنيينها. ومن بعد كده هيبقى برضو في امور انتوا هتكونوا ردة فعلكم غير ما انتوا متوقعين، فياريت تخلوا بالكم من اي طاقة مأثرة عليكم او من اي حاجة بتتحكم تأذي فيكم. ليه؟ علشان انتوا عايزين تتخطوا المشاكل اللي انتوا فيها. ويا رب قراءتنا النهاردة تكون عجبتكم ونالت مرادكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. نشوف دلوقتي رقم واحد، رسالة رقم واحد اهي، الناس اللي اختارت رقم واحد. طيب، ستبكي من شدة السعادة، كون واثق في الله، لا تصعب الامور، فمستقبلك سيكون جميل وطموحاتك عالية. ده رقم واحد للناس اللي اختارت رسالة رقم واحد. طيب، رسالة رقم اتنين، امورك المالية في تحسين، فالخير قادم اليك، الله يعلم ما في قلبك وسينصفك الله في كل امورك، سينصفك فعلا في كل امورك، للناس اللي اختارت رقم اتنين. طيب، رقم تلاتة، رقم ثلاثة، ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع، والحظ إليك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، الثلاث رسائل أقوى من بعض، يا رب تكونوا استفدتوا من قراءتنا النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله ننزل لكم استخارات على طول الفترة اللي جاية برج الأسد.